بدأ الفنان فينسنت فان غوغ حياته الفنية متأخرا ومات مبكرا، ولكنه على مدى 10 سنوات رسم ما يقارب 900 لوحة. وقد كان هذا الفنان الهولندي المضطرب نفسيا مغرم ببعض المواضيع، وقد يكون قد أعاد رسمها مرارا وتكرارا، مثل ظهور دوار الشمس وأشجار الصرب. وقد حصل الفنان فان غوغ على القليل من التقدير أثناء حياته، ولكن أعماله حاليا تباع بملايين الدولارات. من الأمثلة على ذلك لوحته آكل البطاطا عام أبريل 1885. آكل البطاطا ليست أول أعمال فان غوغ، ولكنها أول أعماله الجيدة، ويبدو أن الفنان الذي كان يعلم نفسه ذاتيا كان يقلد رامبرانت عندما اختار الألوان الداكنة، ولكن الظلال والإضاءة في اللوحة تمثل طابع فان غوغ الفريد. وقد كتب فان غوغ في رسالة إلى أخيه تيو عن هذه اللوحة: لقد أردت فعلا أن أجعل الناس يتصورون أن هؤلاء الناس الذين يأكلون البطاطا على ضوء مصباحهم الصغير قد حفروا الأرض بأنفسهم بهذه الأيدي التي يضعونها في الطبق ليحصلوا على البطاطا، وأنهم بذلك قد حصلوا على طعامهم بصدق. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.